ينضم إلينا في هذه الأثناء أيضا من تونس الكاتب والباحث السياسي جمال العرفاوي عبر الهاتف. أهلا بك معنا سيد جمال في هذه التغطية. يعني تابعنا عدد لربما من ردود الفعل المحلية الداخلية بانتظار لربما أن تتوالى أيضا عدد من ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذه الخطوة وهذه القرارات التي وصفت بالتاريخية من قبل الرئيس التونسي. كيف تتوقعون أن تكون ردود الفعل وتحديدا من دول الجوار؟ أولا لابد من التأكيد أن المجلس النواب الشعب سيدخل الأسبوع القادم قبل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية ليلة أمس في عطلة تدوم شهرا كاملا طوال شهر أوت القادم. البرلمان سيدخل وبالتالي عملية تجميد عمل البرلمان هي عملية تتعلق بأيام لكن سيتبعها اتخاذ قرارات. رئيس الجمهورية سيتخذ قرارات مراسيم ننتظر هذه المراسيم ربما ستصدر صباحا اليوم ننتظرها بأحر المجامر لمعرفة مسار ما قرره بالأمس. وبالتالي فإننا ننتظر أن ربما سيعلن عن الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها أو الدعوة إلى استفتاء شعبي. لكن الاستفتاء له أسسه وقوانينه لأنه الدستور التونسي حدد كيفية الدعوة للاستفتاء الشعبي. ولكن سيد جمال هو لم يذكر أي شيء عن مسألة الدعوة للانتخابات. هو بطبيعة الحال كان طالما يدعو إلى تغيير الدستور وتعديل الدستور وتغيير النظام. هل تعتقد أنه مطروح فعليا خيار الانتخابات على طاولة؟ ربما سيدخل في مفاوضات مع الأطراف المعنية الأحزاب المعنية في العملية السياسية المقبلة في تونس. ربما سيدخل في مفاوضات وربما سيحصل على ما يريده. هو الآن في موقع قوة انتقل من موقع الرئيس المتردد الرئيس الذي لا حول ولا قوة له صلاحياته محدودة لكن اليوم أمسك بزمام الأمور وسيصدر المراسيم التي يراها صالحة لتحقيق الهدف. ولكن ألا تعتقد أنه أي مفاوضات مع هذه الأطراف يعتبر خطوة إلى الوراء وقد يفقده هذا الزخم الشعبي الذي رحب بهذه القرارات؟ رئيس الجمهورية بالأمس خلال حديثه إلى القادة العسكريين والأمنيين ومن ورائهم الشعب التونسي تحدث عن عدة صلاحيات منحها لنفسه. لكن في البيان الرسمي البيان المكتوب الذي وضع على موقع رئاسة الجمهورية تراجع خطوتين تقريبا. الخطوة الأولى هو حدد موعد تجميد عمل البرلمان بالجهر. ثانيا النيابة العمومية في البداية قال أنه سيمسك بالنيابة العمومية لكنه تراجع عن ذلك في المكتوب الرسمي. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ليس الشخص المتشدد الذي يريد كما يقال يروج الآن على المسك بكل دواليب الدولة بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وجميع السلطات. أعتقد أنه يريد أن يتفاوض للوصول إلى حل ينقذ البلاد التونسية. أما بالنسبة للردود الأفعال الإقليمية والدولية أعتقد أن هذا القرار هو قرار سيادي. لا أعتقد أن الدول سواء الصديقة أو الأجوار سيأخذون موقفا من هذا الأمر. سيد جمال تفضل بالبقاء معنا حتى نشرك ضيفنا أيضا من تونس الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية خالد عبيد. أستاذ خالد أهلا بك معنا في هذه التغطية. ما رأيك بما طرحه أستاذ جمال حول أحد الخيارات وهو إمكانية الدخول في مفاوضات فعليا مع النهضة أو يعني الجهات الأخرى يعني في محور النهضة؟ هل تعتقد فعليا هذه الخطوة مطروحة على طاولة خياراته؟ صباح الخير. هو حقيقة لو أردنا أن نتمعن أكثر في المشهد لا أعتقد حاليا أنه ثمة إمكانية لحدوث مفاوضات بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة أو أي حليف من داخل حركة النهضة. نحن سابقا أن قلنا من قبل وأعتقد أن الصديق جمال يتفق معي في ذلك هناك قطيعة واضحة منذ أشهر وهي باتة ونهائية بين كل من رئيس الجمهورية وحركة النهضة وحلفائها. وهذه
القطيعة تزداد أكثر فأكثر كلما قامت حركة النهضة ومن معها باستهداف رئيس الجمهورية بأي طريقة كانت، سواء في البرلمان أو خارج البرلمان، وكذلك من خلال بعض أذرعها أو بعض من يأتمرون بأوامرها، وأحدهم وصل إلى حد تخوين رئيس الجمهورية واعتباره ممكن اعتباره على الأساس أنه خائن ولديه اتصالات مع مخابرات أجنبية غربية إلى غير ذلك. هذا كله أعتقد أنه قد أحدث قطيعة باتة ونهائية بينه وبين هذه الأطراف، ولذلك مسألة المفاوضات أمر مستبعد جدا، خاصة إذا ما رأينا موقف حركة النهضة هو الآن موقف تصعيدي، وربما هي سياسة الهروب إلى الأمام، وحركة النهضة لم تستسخ بعد أو لم تستوعب بعد بأن هناك مدى حجم السخط والنقمة الشعبية تجاهها. هي لن تستوعب ذلك، والدليل على أنها لم تستوعب هذه الحقيقة الميدانية وعلى أرض الواقع هي دعوتها كل التونسيين والتونسيات إلى مناصرتها وإلى الذهاب إلى البرلمان تأييدا منهم لحركة النهضة ولزعيمها ولنواب حركة النهضة. وأعتقد أن المحرار الحقيقي سيكون اليوم على أعتاب البرلمان، وذلك من خلال مدى قدرة حركة النهضة على تعبئة كل منخرطيها وكل أنصارها وكل التونسيين وفق نظرها، مدى قدرتها على تعبئتهم في على عتبات البرلمان تأييدا منهم لكل ما تقوم به حركة النهضة داخل البرلمان، وكل ما تتخذه من قرارات أو اتخذته من قبل من قرارات من أجل تعميق المأساة التي يعيشها التونسيون. ولذلك أكرر مرة أخرى، المحرار الحقيقي سيكون اليوم، وذلك من خلال ما سنراه أو ما ستراه شاشات التلفزيون من توافد قد يكون موجود أو غير موجود لهؤلاء الأنصار والتفافهم حول حركة النهضة على عتبات البرلمان. سيد جمال، أستاذ خالد يتحدث عن موقف النهضة الذي وصفه بالتصعيدي، ما هو أفق التصعيد باعتقادك في هذه المرحلة التي يمكن لربما أن تصل إليها النهضة في ردود فعلها، وخاصة بعد المشهد الذي تابعناه في الشارع التونسي خلال الساعات الماضية؟ أعتقد أن القيادات لحركة النهضة الذين بالأمس طفحوا في توزيع الاتهامات يمنة ويسارا ويسرة صباح أمس بعد أن هاجم العديد من التونسيين والتونسيات العديد من المقرات في عدد كبير من المحافظات البلاد التونسية، اتهموا اليسار، اتهموا أطراف خارجية، اتهموا رئاسة الجمهورية، هذا تخبط. أعتقد أنهم الآن بسبب الامتصاص الضربة التي تلقوها بالأمس، وبالتالي كما قال الأستاذ عبيد، سنرى اليوم قدرة حركة النهضة على التعبئة، على تعبئة الشارع، لكن الرد جاء سريعا ليلة أمس بعد مباشرة بعد كلمة رئيس الجمهورية. معناتها الآلاف من التونسيين والتونسيات خرجوا في أكثر المحافظات، في غالبية المحافظات التونسية لتأييد هذا القرار الذي انتظره عدد كبير من التونسيين، انتظره طويلا، حتى أن المظاهرات صباح أمس رفعت شعار حل البرلمان، وهو مطلب أصبح مطلبا شعبيا، حتى أن هناك عدد كبير من أساتذة القانون الدستوري طالبوا رئيس الجمهورية أمام المأساة التي يعيشها التونسيون وامتداد الأفق السياسي، طالبوا بتغيير الفصل 80 من الدستور. ضيفي الكريمين تفضلا بالبقاء معنا. نعود ونذكر بسلسلة القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، هي سلسلة إجراءات في البلاد اقتضت بتجميد عمل البرلمان، رفع الحصانة عن نوابه، كما قرر سعيد تشكيل حكومة جديدة في البلاد. نتابع التفاصيل. تعيش تونس سياسيا في عنق الزجاجة منذ مطلع العام تقريبا، حالة من المراوحة دفعت التونسيين للمطالبة بتغيير السلطة السياسية وإجراء انتخابات مبكرة. الرئيس قيس سعيد لاقى التونسيين في منتصف الطريق. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. القرار الثاني
رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. سعيد قرر أيضا تشكيل حكومة جديدة. رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك، لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه. قرارات سعيد أثارت حفيظة حركة النهضة التي رأت أنها غير دستورية وأن العمل سيستمر في مؤسسات الدولة، ودعا زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي منع من دخول البرلمان الناس إلى النزول إلى الشارع لإعادة الأمور إلى نصابها وفق تعبيره، لكن الرئيس التونسي حسم الجدل القانوني. ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات، وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كان هذه النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب. التونسيون تفاعلوا بإيجابية مع التطورات السياسية وتوفدوا إلى الشوارع في العاصمة وعدد من المدن للاحتفال رافعين علم البلاد. ولاقاهم سعيد في جولة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. أعود إلى ضيفي الكريمين، من تونس الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية خالد عبيد، وعبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي جمال العرفاوي. سيد خالد، أستكمل معك بداية، يعني في سلسلة القرارات والإجراءات يتحدث الرئيس قيس سعيد عن الحكومة، حكومة يختار رئيسها ويختار أعضاءها ولربما تستمر لفترة 30 يوما أو أكثر بقليل، هل هذا يعني بالتالي دخلت تونس اليوم من خلال هذا الإجراء مرحلة انتقالية بانتظار ماذا بالتحديد؟ هو كل ما قام به رئيس الجمهورية البارحة يعد دخول تونس إلى مرحلة انتقالية، فهذه القرارات كي يقع تطبيقها حرفيا وترجمتها على أرض الواقع من خلال نصوص أخرى وقرارات ومراسيم أخرى تفصيلية، هي تستلزم بعض الوقت وتتطلب فترة، هي فترة انتقالية نسميها كي تتوضح من خلالها الأمور. يجب أن لا ننسى أن مسألة تكوين الحكومة ليس بالأمر الهين والسهل، ورئيس الجمهورية هل هو عندما قرر ذلك هل لديه فكرة مسبقة؟ هل اختار رئيس حكومة بعد؟ هل اختار وزراء بعد؟ أم أنه سيبحث هذه المسألة في خلال الأيام والساعات القادمة؟ وهل هو يدرك أيضا بأن الوقت الآن ليس في صالحه، وباعتبار أن لديه مهلة شهر وعليه في أقرب وقت ممكن أن تكون هناك حكومة ورئيس حكومة، ومن السياسيين سيقبل بأن يترأس حكومة في هذه الظروف؟ وهل أن هذه الحكومة سيترأسها سياسي أم لا، أم سيترأسها عسكري تحت أمرة رئيس الجمهورية؟ نعم، لما تتطلبه مقتضيات المرحلة. هو كل شيء وارد، لكن الثابت على الأقل أن من سيقبل بتولي رئاسة الحكومة سيكون رئيسه المباشر هو رئيس الجمهورية، ومنه يتلقى الأوامر ومنه يقع التنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية فيما يخص ترتيبات العمل التنفيذي أو السلطة التنفيذية. ولهذا السبب أعتقد أن ربما
قد يكون مفهوما بأن هناك سباق مع الزمن، وهذا السباق مع الزمن مرتبط أيضا بمدى قدرة حركة النهضة الإسلامية على تعبئة الشارع، وإن كنا نعتبر بأن هذه المسألة باتت تكاد تكون هي شبه محسومة بالنظر إلى أن وأعيد حركة النهضة لم تستوعب إلى الآن مدى السخط الشعبي تجاهها، خاصة وأنها قد قامت بأخطاء قاتلة كان آخر في بداية هذا الشهر عندما أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة وطالب بكل وضوح وهدد رئيس الحكومة سيد المشيشي بأنه إذا لم يقع صرف التعويضات لجماعة حركة النهضة من هنا إلى يوم 25 جويلية أي البارحة، فإن النهضة ستهدده بالويل والثبور ولن تقبل ذلك أبدا. وهذه التعويضات قدرت وفق أحد المحسوبين عليها وهو المهتم بهذه المسائل بحوالي 3 مليار دينار، وهو أمر أعتقد أنه كانت القشة التي قسمت ظهر البعير وهي التي أدت إلى أن يكون هناك سخط أكثر من التونسيين ونقمة أكبر من التونسيين تجاه حركة النهضة، لأنها أخلاقيا قد سقطت حركة النهضة بهذه الممارسة لدى التونسيين. وسقوطها الأخلاقي فيما يتمثل؟ يتمثل في أن التونسيين يعانون من ضنك معيشي كبير جدا، من أزمة اقتصادية مستفحلة للغاية، وفي ذات الوقت هذه الأزمة زادتها أعباء الكورونا استفحالا، والتونسيون يوميا لديهم مواكب عزاء ويوميا لديهم ضحايا من جراء وباء كورونا، وفي ذات الوقت هناك من يتكلم ويهدد ويطالب بتعويضات مالية لفائدة جماعته. هذا الأمر أعتقد أنه شكل منعرجا وفارقا حقيقيا في علاقة التونسيين وعموم التونسيين بحركة النهضة، والذي يبين أن حركة النهضة إلى حد الآن لم تستوعب مدى هذا السقوط. ما استمعناه منذ الساعات الأولى لما بعد إعلان الرئيس الجمهورية وإلى الآن بوجود سردية، الآن هناك سردية لدى حركة النهضة الإسلامية، هي سردية دينية، سردية الضحية، سردية الضحية التي أو المظلومية والتي تنتظر كل شيء وهي مستعدة للشهادة. استمعنا لرئيس حركة النهضة عندما ذكر بالحرف الواحد بأنه مستعد لكل شيء وأنه عمره 80 سنة وهو الآن قريب إلى الله، وبالتالي ليس لديه أي خوف. بدأنا الآن نعتقد أن حركة النهضة ستعتمد على هذا المعطى الأساسي ولهذه السردية الضحايتية والمظلوماتية والدينية من أجل تعبئة صفوفها ورص صفوفها، تماما مثل ما تفعل جماعات الإخوان المسلمين في كل مكان، وذلك لمجابهة هذا العدو الموجود أو العدو الخارجي، سواء كان الرئيس قيس سعيد أو التونسيين لا يهم، المهم أن تكون وحدة الحركة من الداخل مضمونة، وهي بقادر على أن تصد كل ما سيحدث حولها. أستاذ جمال، أود أن أسمع تعليق حضرتك على هذه النقاط التي أثارها ضيفنا أيضا من تونس أستاذ خالد. بداية، يعني في أحد القرارات المتخذة أيضا من قبل الرئيس قيس سعيد هي رفع الحصانات عن النواب، وطبعا هنالك أسئلة كثيرة حول مصير أركان المنظومة الحاكمة لنقل سابقا الآن في ظل هذه المرحلة الانتقالية. هل دخلنا اليوم مرحلة محاسبة، مساءلة، محاكمة؟ يعني ما الذي ينتظر هؤلاء؟ نعم، بالفعل ستدخل في مرحلة محاسبة ومحاكمة أيضا. بالأمس نزل في ساعة متأخرة من الليل رئيس الجمهورية إلى شارع حبيب بورقيبة، وأكد للمواطنين بأنه سينطلق في عملية المحاسبة ومحاكمة الفاسدين ومبيضي الأموال. هناك مسألة أخرى لابد من طرحها، سننتظر ما إذا كان السيد هشام المشيشي سيتحول صباح اليوم إلى مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة، أم أنه قبل بهذا القرار، قرار اتخاذه رئيس الجمهورية والذي ترفضه حركة النهضة. أما بالنسبة لجمهور حركة النهضة أو متابعي حركة النهضة، فلا أعتقد أنهم سيستجيبون أو غالبيته ستستجيب لنداء راشد الغنوشي مثل ما فعلوا في وقت سابق مع عندما دخلوا في مواجهة مع الرئيس عبدين بن علي وهو يغادر إلى لندن أين أقام هناك أكثر من 20 سنة. أعتقد أن مؤيدي حركة النهضة أعتقد أنهم سيحسبون هذه المرة
ولا أعتقد أنهم سيدخلون في مغامرة أو محرقة، لأنهم لهذه المرة سوف لن يواجهوا الأمن، سيواجهون الجيش، سيجدون الجيش أمامهم سيتصدى لهم الجيش، وبالتالي تهديد رئيس الجمهورية كان واضحا وجليا، من سيطلق رصاصة سيواجه بوابل من الرصاص. نحن ننتظر الساعات القليلة القادمة إن كانوا سيتداعوا إلى مجلس نواب الشعب هناك أم لا. بالأمس استمعنا إلى تهديدات وتهديدات للشعب التونسي، أعتقد أن مواجهة حركة النهضة سوف لن تكون مع قيس سعيد ولكن ستكون مع الشعب التونسي الذي نزل بالأمس صباح أمس وليلة أمس إلى الشوارع للترحيب بما أعلنه رئيس الجمهورية. أستاذ جمال أشكرك على وقتك ومشاركتك ومداخلتك أيضا معنا من تونس، جمال العرفاوي الكاتب والباحث السياسي. يشار مشاهدينا إلى أن قرارات سعيد جاءت بعد احتجاجات ضد حركة النهضة وأحراق لعدد من مقراتها في العاصمة ومدن أخرى، جرى ذلك في يعني بالأمس تحديدا بعدما كان في سخط شعبي كبير ومطالبات للرئيس قيس سعيد من جموع المتظاهرين بحل البرلمان واتخاذ قرارات حاسمة تجاه الحكومة، وبالفعل أتت هذه القرارات مساء أمس، وهذا يعني جزء من الصور التي يعني نعرضها في هذه الأثناء من مظاهرات أمس في عدد من المناطق التونسية. نشرك معنا من تونس الكاتب الصحفي أيمن الزمالي أيضا في هذه التغطية، أهلا بك معنا سيد أيمن. يعني تابعنا سلسلة قرارات رافقها زخم شعبي، رافقها ردود فعل من قبل جبهة من حركة النهضة الرافضة طبعا بطبيعة الحال لهذه القرارات، كيف تتوقع خلال الساعات المقبلة أن يكون مسار الأحداث وما المرتقب من قبل جانب رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة؟ يعني رئيس الجمهورية أو الأحداث في تونس تتسارع يعني منذ ليلة أمس، ويبدو أن رئيس الجمهورية يعني يحضر سيناريو كامل يتعلق ب يعني وضع حكومة جديدة في تونس. أيضا هو يترأس الآن اليوم النيابة العمومية، ويبدو أنه سيتحرك في هذا الاتجاه يعني حتى يفتح القضاء ملفات كانت عالقة وكانت مغلقة أو تم يعني استبعادها من على مكاتب القضاة التونسيين، خاصة أن تلك المتعلقة بقضايا فساد وقضايا سلب وشتم، وأيضا قضايا تتعلق بسياسيين معروفين وآخرين يعني في مجلس الشعب. وهو تحدث عن أيضا نهب مقدرات الدولة. يعني نعم نعم نعم، يعني هو يتحدث بصفة عامة عن نهب مقدرات الدولة، يعني حتى نفصل ذلك الأموال المتعلقة التي خرجت أو الموجودة بالخارج والتي لم تتحرك الدولة التونسية طيلة 10 سنوات مضت حتى تسترجعها، إضافة إلى يعني دخول المال السياسي لمعترك المشهد السياسي في البلاد، وكانت أطراف سياسية بعينها وفي مقدمتها حركة النهضة كانت يعني على رأس هذه التنظيمات والأحزاب التي تمعشت بمال سياسي عفن ساهم أو كان تأثيره واضح على نتائج الانتخابات خلال الانتخابات يعني الفارطة وقبلها قبل. في نهاية الأمر فإن الرئيس يعني يحضر جملة من يعني الإجراءات وجملة من التحركات الفعلية على المستوى القضائي، لأنه أصبح رئيسا للنيابة العمومية كما قلت، وربما قد يفتح ملفات عديد من السياسيين وعديد من البرلمانيين الذين فقدوا الحصانة التي كانوا يختبئون وراءها، إضافة إلى أنه سيشكل حكومة جديدة ستشرف على هذه المرحلة الانتقالية وستكون يعني تحت أو راجعة بالنظر إليه بعد أن كانت منفلتة منه وكانت تعمل وفق يعني الحزام السياسي الهش الحاكم وفق ما جاء أو وفق ما ينص عليه وما يفرضه النظام السياسي التونسي والنظام الانتخابي. أيضا ربما ننتظر من قيس سعيد خلال الأيام القليلة القادمة أن يذهب إلى يعني القيام باستفتاء شعبي
حول النظام السياسي في تونس، لأن الرجل كان واضحا وكان واضحا خلال حملته الانتخابية وأيضا بعد صعوده إلى سلطة الحكم في قصر كارتاج. في هذا الخصوص فقد أكد في أكثر من مناسبة أن النظام السياسي في تونس والنظام الانتخابي وأن يعني المنظومة السياسية الحالية الحاكمة يعني ساقطة، ولا يمكن أن يعول عليها حتى تبني مجتمعا عادلا وديمقراطيا حقيقيا. فقد اقتصر يعني الشأن على ديمقراطية فوقية، ديمقراطية يعني صورة للخارج، في حين أن الواقع يعني مغاير تماما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. حقيقة ربما الشعب التونسي فرض حقه في التعبير فقط يعني ويفتك هذا الحق، ولكن على مستوى المعيشة وعلى مستوى يعني المقدرات الاقتصادية وعلى مستوى الفعل في الواقع لتطوير البلاد وجعلها ديمقراطية حقيقية لم نرى شيئا، بل بالعكس فإن البلاد تراجعت على كل المستويات تقريبا. ثم أيضا لا يمكن اختصار المسألة الديمقراطية في صندوق الاقتراع، فالديمقراطيات ليست يعني صندوق اقتراع فقط، الديمقراطيات جملة من المبادئ وجملة أيضا من الآليات المتعلقة بحكم الشعب الحقيقي، المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، المتعلقة بالعدالة أو فرض القانون على الجميع، في حين أن الفالتين من العقاب المفتوحة يعني ملفاتهم والمحكومون حتى في قضايا يعني سجنية وما إلى ذلك هم يرتعون وهم يعني في حد ذاتهم، هناك منهم من هو في مجلس نواب الشعب وهناك من هو يعني يترأس أحزابا سياسية وهناك من يعني يصول ويجول في المشهد السياسي والاقتصادي التونسي ولا أحد يعترضه. على مستوى آخر فإن رئيس الجمهورية ربما أيضا يعني يعول على الشعب التونسي دون أن يقول ذلك، فالشعب التونسي عندما خرج أمس يعني مرحبا ومعاضدا لرئيس الجمهورية أكد أنه يرفض تماما منظومة الحكم الحالية وأنه غاضب تماما من منظومة الحكم الحالية التي قضعت لعقد في تونس تراجعت فيه البلاد يعني على كل المستويات. وبالتالي فإنه إضافة إلى كونه قائدا أعلى للقوات المسلحة وأيضا يعني بشقيها الأمني والعسكري وأيضا يحظى بشعبية وفيرة، لم يكن هناك أو لم نجد رئيسا تونسيا انتخبه 3 ملايين تونسي تقريبا مقارنة بأعضاء مجلس نواب الشعب الذي لا يتجاوز كل واحد فيهم يعني 10,000 أو 5,000 أو 3,000 يعني مقترع فقط. نعم. سنعود لمناقشة طبعا التحديات الأمنية المرتقبة معك سيد أيمن. أود أن أعود إلى ضيفنا أستاذ خالد بما طرحه سيد أيمن طبعا حول تجربة تونس مع نظام البرلماني. إذا أردنا أن نقيم هذه التجربة أستاذ خالد، هل بعد سلسلة الأحداث هذه خلال السنوات العشر الماضية يمكن القول بأن هذه التجربة فشلت في تونس؟ هي يمكن اعتبارها تجربة فاشلة، وهذا ما سبق أن قلناه نحن منذ سنوات عندما ذكرنا بأن المزاج الشعبي التونسي والوعي الجماعي أو المزاج الجماعي للتونسيين لا يمكن بأي طريقة كان أن يقبل نظاما برلمانيا هكذا مسقطا وفي لحظة صغيرة ممكن أن يقبل هكذا نظام برلماني، وهذا يمكن تفاهمه. نحن نعرف أن الذين دعوا إلى النظام البرلماني كانت دعوتهم تقوم على أساسين، الأساس الأول أن النظام البرلماني هو الحصن الحصين كي لا يقع تكرار الاستبداد وإنهاء ما النظام الرئاسي، فنظام الرئاسي بالنسبة لمن دعا إلى نظام البرلماني نظام رئاسي يعني في نهاية الأمر الاستبداد، ولذلك هم دعوا إلى النظام البرلماني.
وثانيا هذا النظام البرلماني تعتمده اعتمدته حركة النهضة أسوة بالتجربة التركية. تجربة التركية رأينا حزب العدالة والتنمية كيف كان في البداية النظام التركي نظاما سياسي التركي كان نظاما برلمانيا، وعندما تمكن حزب العدالة والتنمية من أن يستولي على كل مقدرات الدولة وتصبح كل الدولة تحت تصرفه، وقتها توجه إلى النظام الرئاسي وأصبح رئيس التركي الحالي هو رئيس تركيا. فحركة النهضة تريد أن تستنسخ ذات التجربة التركية في تونس، ولكن ما فات هؤلاء كل هؤلاء هنا في تونس، خاصة من يعتبر النظام البرلماني بأنه نظام هو الحصن تجاه الدكتاتورية، أن هذا هو خطأ كبير. لماذا؟ لسبب بسيط. صحيح أن النظام الرئاسي الذي كان في تونس كان نظاما رئاسويا وليس رئاسيا، والنظام الرئاسي هو الذي يعطي لرئيس الجمهورية التصرف مطلق التصرف في كل شيء، مما ينزع بطريقة أو بأخرى إلى نوع من الاستبداد. بينما النظام الرئاسي على غرار النظام الرئاسي في بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها يقوم على معطى أساسي يتمثل في سلطة تنفيذية قوية تراقبها سلطة تشريعية قوية، والسلطة التشريعية القوية تراقب أيضا من قبل السلطة التنفيذية. يعني هناك نوع من تساوي الصلاحيات وتساوي القوة، مما يجعل من إمكانية استبداد أي سلطة هو أمر غير وارد، لأن السلطة الأخرى تقوم بقذمها أو بمنعها من ذلك. في تونس الذي حدث أنه كان منذ الاستقلال وإلى حد 2011 سلطة تنفيذية قوية جدا في مقابل سلطة تشريعية ضعيفة للغاية، ولهذا حدث ما حدث من بعض نوازع الاستبداد. لكن الحركة النهضة من خلال هذا النظام البرلماني هو نظام لا يمكن أن يتماشى مع العقلية الجماعية للتونسيين. التونسيون هو شعب ينتمي مثل باقي الشعوب العربية الإسلامية إلى ثقافة معينة، هي ثقافة التي تقوم على فكرة الأب، على فكرة شيخ القبيلة، على فكرة القائد، على فكرة الزعيم، وهذه الفكرة لم تنتهي إلى الآن من المخيال الجماعي للتونسيين، ولذلك رأينا ذلك بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية في 2014 وحتى في 2019. بالرغم من الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية إلا أن الزخم كان كبيرا جدا، والاهتمام كان كبيرا جدا، والأمال كانت معلقة كبيرة تجاه الانتخابات الرئاسية عكس الانتخابات التشريعية التي كانت هي الأهم، بالنظر إلى أن الصلاحيات موجودة خاصة في البرلمان. وهذا ما لم تتفطن إليه حركة النهضة، لأن البرلمان نظام البرلماني يشتت السلطة. تونس دولة مركزية، يجب أن تكون دولة مركزية، ومنذ القرون معينة تونس تقوم على أساس مركزية الدولة، والأساس الشرعية هذه الدولة التونسية تقوم على هذه الفكرة، فكرة مركزية الدولة. ويعني مركزية الدولة أن هناك سلطة تنفيذية قوية، لكن أن تأتي الآن بعد 2011 وتقوم بإضعاف وإنهاك هذه السلطة التنفيذية، فإنك تنهك في ذات الوقت الدولة، وعندما تنهك الدولة يعني تنهك وتصبح هذه الدولة قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. والذي زاد الطين أنه من خلال دستور 2014 هناك توجه من أجل أن يكون هناك الحكم المحلي، تكون هناك لا مركزية في كل مناطق تونس، وهذه اللامركزية التي لم يستسخ التونسيون إلى حد الآن ما هو معناها الحقيقي، إنما تؤدي أو الحكم المحلي سيؤدي حتما إلى رجوع مارد ما أسميته بالمارد التفرقة ومارد المناطقية والقبائلية والعشائرية، وهي كلها موارد أو مارد لم يمت إلى حد الآن. وهو ما رأيناه في طيلة هذه السنوات الفارطة، كيف أن كل رئيس بلدية أو مختار رئيس بلدية يعتبر نفسه هو سيد نفسه، وهو الذي يقرر من يدخل إلى منطقته أو لا يدخلها. رأينا حتى بعض الخلافات والنزاعات بين بلدية وبلدية أخرى، وهذه كلها مؤشرات وإرهاصات تبين فعلا بأن تونس إن واصلت على النظام البرلماني وإن واصلت في تطبيق الحرفي لبنود الدولة
الدستور والخاصة منها بالحكم المحلي، فإن الدولة ككيان ستنتهي وستضمحل وستنهار، وعندما تنهار الدولة تنهار كل تونس، وهذا ما لا يستوعبه البعض إلى حد الآن وما لا يمكن أن يفهمونه إلى حد الآن. سيد أيمن، أعود إليك. كنا نتحدث في الجزئية المتعلقة أيضا بالتحديات الأمنية المرتقبة، يعني اليوم أكيد الرئيس قيس سعيد يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحصين الجبهة الداخلية تحسبا لأي ردود فعل أمنية من قبل الحركة ومناصريها، ولكن أيضا اليوم يعني الرئيس سعيد هو بطبيعة الحال لا ينسى الواقع بأن هذه الحركة مرتبطة أيضا بأفرع إقليمية دولية قد يكون لديها أيضا ردود فعل. أين يكمن هنا تكمن الأهمية في اتخاذ إجراءات وقرارات تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع؟ نعم، الرئيس قيس سعيد وفق تصريحاته أكد أن هذا الشأن داخلي يعني وتونسي، وأن الإجراءات التي اتخذها إنما لتصحيح مسار الثورة التونسية. قال أنه يعني منحاز تماما إلى الثورة التونسية، وهو الأب الضامن والحارس على تطبيق الدستور التونسي الحالي، ويعمل على تصحيح مسار الزلات والأخطاء الحاصلة والتي كانت يعني لا قدر الله كانت ستؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي فإني أعتقد أن بإمكان يعني الأجهزة الوطنية التونسية من جيش وأمن بتحسين تونس والدفاع عن حدودها وعن يعني مشروعها ومشروع شعبها الذي يطمح إلى تونس حق يعني ديمقراطية حقيقية، إلى تونس يعني التقدم، تونس الاقتصاد يعني المتقدم، تونس يعني الكرامة لكل مواطن تونسي وما إلى ذلك. وبالتالي فإني أعتقد أن هذه الأجهزة وبالتفاف الشعب التونسي وراء السلطة السياسية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، سنخرج من هذا المأزق، من هذه الوضعية بأقل الأضرار، خاصة أن يعني أنصار حركة النهضة والمنظومة الحالية الفاسدة يعني هم في تناقص مستمر منذ 10 سنوات، لأنهم فضحوا وأصبحوا واضحين أمام جميع يعني مكونات الشعب التونسي، وربما لأن العقل السياسي الذي كان يدير يعني المسألة أو اللعبة السياسية في تونس كان يرى أن الشعب التونسي صامت أو ربما استغفل الشعب التونسي، ولكن في حقيقة الأمر نسي يعني فئات واسعة من المجتمع التونسي الصامتين، هؤلاء الصامتين الذين كانت مساهمتهم قوية جدا في يعني في إزاحة نظام زين العابدين بن علي رحمه الله، وكانت يعني أيضا انتفاضتهم قوية خلال الانتخابات يعني الأخيرة وقبلها على المستوى الرئاسي كما ذهب إلى ذلك زميلي، وأيضا خلال الأشهر القليلة الماضية عن طريق التحركات القوية التي بانت عفوية وكان منطلقها يعني شعبيا، وكانت تريد أن تحسم المسألة، بل هي دعت يعني كانت الداعية قبل الأطراف السياسية إلى ضرورة أو الفاعلين السياسيين الحقيقيين ورأس الدولة إلى ضرورة حل البرلمان الحالي الذي أصبح مهزلة وأصبح جزءا من المشكل في تونس لا الحل، بل أصبح يعني يعمل. سيد أيمن أعذرني على المقاطعة، سأعطيك المجال لاستكمال فكرتك، ولكن من الضرورة أن ننوه بأن رئيس يعني الراشد الغنوشي هو في هذه الأثناء على ما يبدو متواجد في محيط البرلمان حسب ما أشارت وكالة الـ AFP، يعتصم أمام البرلمان اللي هو بطبيعة الحال مطوق من قبل الجيش كما هو واضح في هذه الصور، مع وجود عدد من التونسيين في محيط البرلمان منذ ساعات عدة، عدد كبير منهم طبعا هو يدعم قرارات الرئيس قيس سعيد، وكان في هتافات تابعناها خلال
المشاهد الفيديو التي نعرضها في هذه الأثناء أيضا بشكل مباشر من محيط البرلمان التونسي، مقابل تواجد أيضا عدد من عناصر حركة النهضة الداعمين لربما أو مناصرين لهذه الحركة. وهنالك باعتقادك سيد أيمن أي مخاوف من يعني أحداث استفزازية قد تدفع باتجاه مواجهات أو تصعيد في الشارع من قبل مناصري الحركة بوجه تونسيين؟ نعم، هناك كثير من المخاوف، خاصة أن قيادات حركة النهضة يعني تعاملوا باندفاع وباندفاعية وإزاء يعني الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وطالبوا أنصارهم ويعني مجموعاتهم بالذود على مشروعهم السياسي، وبالتالي فإن الساعات القليلة القادمة قد تشهد فيها البلاد بعض المناوشات. الرئيس قيس سعيد وأغلب الشعب التونسي يعني معروف بأنه شعب يعني مسالم ولا يريد الدخول في معارك بين الشعب أو أفراد الشعب فيما بينه، وقال الرئيس أن القوات الأمنية والعسكرية ستتصدى لأي محاولات يعني استعمال العنف أو للتحرك بقوة في الشارع، خاصة أن الأوضاع الصحية صعبة جدا في تونس والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يعني احتقان كبير في الشارع التونسي ورفض. السيد أيمن سأقاطعك لبضع دقائق كي ننقل الصورة ونستمع لما يجري في محيط البرلمان. أعود إليك أستاذ خالد، ضيفنا أيضا من تونس الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. كيف يمكن أن نصف اليوم هذه المشهدية في محيط البرلمان؟ نسمع بعضا من الهتافات طبعا من الجانبين، وما رأيك أيضا بهذا التحرك من قبل الغنوشي بعد كل ما جرى أن يتواجد إذا تأكد طبعا حسب مصدر للأفبي وجوده في محيط البرلمان في هذه الأثناء؟ هو أمر متوقع، نحن الآن نشهد تصاعدا أكبر فأكبر لعدد الأعداد سواء من المؤيدي حركة النهضة أو من المؤيدي القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وهذا التصاعد هو الذي أدى إلى الاحتكاك الذي رأيناه الآن على المباشر، وأعتقد أنه سيزداد أكثر فأكثر، وربما قد يصل الأمر إلى نوع من التلاحم بين الطرفين، وهما سيضطر الأمن بطريقة أو بأخرى إلى محاولة فك اعتصام للفريقين، لأن هذه المسألة ستصبح مخلة بالنظام العام وهو أمر لا يمكن قبوله. وفي نفس الوقت المكان الذي توجد فيه جماعة حركة النهضة من مؤيدين ومن نواب وأيضا حتى من رئيس حركة النهضة هو مكان ضيق جدا ومحصور جدا، ولا يمكنهم بأي طريقة كانت أن يزداد عددهم أكبر، أو وفي نفس الوقت هم يعدون بهذه الطريقة مثل ما رأينا في المشاهد الفارطة نوع من الفريسة لكل الرافضين لهم من خلال قذفهم ببعض القوارير المياه وغيرها. ولهذا السبب أعتقد أن ربما
حركة النهضة ستقوم بتغيير استراتيجيتها وستخرج من هذا المكان وتلجأ إلى مكان آخر تعتصم فيه. أقول هذا ربما مجرد احتمالات، لأن المكان الموجود فيه الآن هو غير آمن، وهو مكان لا يمكن اعتماده كمكان للاعتصام بالنظر إلى ضيقة وإلى خاصة إلى وجوده في محيط مناهض لها من خلال المزيد من توافد بعض التونسيين المؤيدين لقرارات الرئيس قيس سعيد. وهذا المشهد بالذات هو أعتقد أنه يذكرنا بطريقة أو بأخر ببعض المشاهد التي رأيناها في مصر في 2013، لكن بصفة مصغرة جدا. هل سيصبح الأمر مثل ما رأيناه في مصر؟ لا أعتقد ذلك. السيناريو المصري لا يمكن أن يعاد من خلال الاعتصامات الكبرى، لأن حركة النهضة لم تعد لديها القدرة على التعبئة الجماهيرية، لأن حركة النهضة فقدت الكثير من وهاجها الذي كان موجود في 2011، لأن مصداقيتها ومشروعيتها التي اعتمدت في 2011 وهي أنها جماعة تخاف الله أصبح بالنسبة للتونسيين هي جماعة لا تخاف الله، وبالنسبة وأيضا هي قد تعرضت إلى الظلم وإلى الانتهاكات خلال فترة الرئيس السابق، وإذا بهم يرون هذه الحركة تقوم بانتهاكات تمس التونسيين، هذا كله أسقط هذه المشروعية وأسقط هذه الهالة التي كانت تتمتع بحركة النهضة والتي أدت بها إلى أن يتقلص حجمها الجماهيري إلى درجة أنها أصبحت محتكرة أو متقلصة ومتمثلة فقط في أنصارها ومؤيديها وبعض المتعاطفين معها فقط لا غير. نعم سيد خالد، نتابع في هذه الأثناء عددا من الصور التي نعرضها من محاولات بالأمس لإحراق مقرات أو عدد لمقرات حركة النهضة في عدد أيضا من المناطق التونسية في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في الشارع والمطالبة بحل البرلمان، وهذا يظهر بطبيعة الحال السخط لدى الشارع التونسي من الوضع الذي وصلت إليه الأمور إن كان على المستوى الحكومي أو على المستوى البرلماني، وتحديدا بعد ما أسفرت عنه طريقة معالجة لربما جائحة كورونا في البلاد خلال الأيام الماضية، ومن ثم من بعد هذه الخطوة طبعا أتت سلسلة قرارات للرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان لفترة 30 يوما وإقالة حكومة المشيشي. هذه الصور في هذه الأثناء نعرضها لإحراق عدد من المقار لحركة النهضة والتي جرت طبعا خلال الاحتجاجات والتحركات بالأمس في عدد من المناطق في تونس. استهدفت مقار الحزب ودعت إلى حل البرلمان وإقالة الحكومة، وهو بالتالي ما حدث في أعقاب هذه الأحداث. أعود لضيفنا من تونس الكاتب الصحفي أيمن الزمالي. يعني أستاذ أيمن، يمكن اليوم في دور ومسؤولية كبيرة على المؤسسة العسكرية، فكيف باعتقادك سيكون لربما يعني دورها في المرحلة المقبلة؟ نعم، يمكن اختصار هذا السؤال في كلمة أو في دردشة صغيرة صارت ليلة أمس بين نائب رئيس مجلس نواب الشعب سمير الشواشي وأحد الجنود الحارسين للمقر السيادي البرلمان. قالت له: نحن يعني انتخبنا الشعب أو نحن حلفنا من أجل حماية الدستور. فقال لها: نحن يعني قسمنا من أجل حماية الوطن. وبالتالي أنا أعتقد أن الجيش التونسي جيش يعني محترم جدا وجيش يحظى بثقة يعني أغلب الشعب التونسي إن لم نقل كل الشعب التونسي، وكان يعني تفاعله مع التحركات التي حدثت في تونس منذ 2000 وآخر 2010 وبداية 2011 أيام الانتفاضة الشعبية ثم طيلة العقد الفارق، كانت كل تحركاته يعني تصب في خانة يعني مزيد إشعاع بين مكونات الشعب التونسي
خاصة أن الجيش التونسي لم يقتصر عمله فقط على مكافحة يعني جائحة الإرهاب التي طالت البلاد والتي كانت يعني وكان ظلامها دامسا وكان وكاد أن يعني أن يعصف بالبلاد في 2011 و2012 و2013 و2014، وإنما يعني وقدم شهداء عدة في معاركه ضد المجموعات المسلحة في الجبال والتي أرادت أن تدخل بنقردان لو تتذكرون يعني الملحمة الكبيرة التي حدثت في بنقردان عندما يعني تصدى الجيش الوطني لمحاولات داعش لاقتحام البلاد بعد استصغارها وذهب في يعني في اعتقادهم أن البلاد غير محمية بمؤسساتها ورجالها ونسائها، وهذا ما سيسهل عمل الجيش الوطني اليوم الذي يساهم أيضا ب يعني مجهود وطني جبار لتلقيح التونسيين في المناطق المهمشة وفي الجبال وفي يعني الأرياف وما إلى ذلك. وجميع هذه يعني الملاحم وهذه الأفعال الخيرة تجعل من الجيش التونسي أو تسهل على الجيش التونسي كل عمل يمكن أن يقوم به خلال الأيام القليلة القادمة. يعني الجيش التونسي أيضا جيش جمهوري ويعلم أن أنه تحرك من أجل حماية البلاد ومؤسساتها وهذه الدولة التي تعاني يعني الانهاك منذ 10 سنوات وتعاني أيضا استسهال ومحاولة يعني إضعاف مؤسساتها السيادية ومؤسساتها ويعني أركانها وما إلى ذلك. الجيش الوطني سيكون له دور حاسم خلال الأيام القليلة القادمة لأن جميع الأطراف يدركون أن هذه المؤسسة جمهورية وهي تعمل لصالح الشعب ومن أجل يعني أن تبقى الجمهورية التونسية بخير، وهي تعمل بطبيعة الحال يعني تحت يافطة رئاسة الجمهورية الرئيس قيس سعيد الذي يقدم له الدستور الحق أو يعني يقدم له الجيش كرئيس للقوات المسلحة التونسية. أشكرك على هذه المداخلة أستاذ أيمن الزمالي الكاتب الصحفي من تونس.